احنا هنا رجعنا وقاعدين نقاشات مطولة في هذا الموضوع عشان نتعرف أكثر على الآثار النفسية للعزوبية والوحدة على حياة الشخص سواء بنت أو ولد. نستقبل معنا الدكتور نادية التميمي اختصاصية في علم النفس. يا هلا ويا هلا دكتورة, صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم في الرياض. حياك الله دكتورة. في البداية, هل أصبحت العزوبية قرار مقبول مجتمعيا؟ لا. إذا بجواب اختصار, عمره ما راح يكون مقبول اجتماعيا وفي مجتمعاتنا الشرقية والعربية. إذا هو يعني هل هو كاختيار مطروح إذا هو غير مقبول مجتمعيا؟ اختيار مطروح طبعا, لأنه شوف قرار, أنت ممكن تقرر أنك أنت تبغى تتزوج, بس ما تلتقي بالشريك اللي يكون مناسب لك. فدائما إحنا بنقول لما بيكون في بنات وفي شباب بيبغوا يتزوجوا بس ما حصلوا لسه الإنسان أو الإنسان اللي هن بينسجموا مع بعض فيها, فعشان كده بيتأخر احيانا موضوع الزواج. طبعا وفي العكس, هو دائما السؤال دائما المطروح عند الاعزب, امتى حنفرح بيك او متى حنفرح بيك, وعند البنت يعني السؤال دائما. انا اقول بالنسبه لنفسي هو عادات, يعني حتى بعد اخر الجلسه يجي يقول لي لا خليكي كده سنجل احسن. أيه. عفوا, طب انا احترت. بس دائما مربوط فكره الاعزب انه عنده وحده, انه حياته شويه حزينه, انه وضعه مختلف. طبعا خلينا نميز احنا بين اثنين من الناس اللي هم عزابيين او عازبات. في ناس غصب عنهم, ما هو قرارهم او اختيارهم, لكن الظروف ما وفرت لهم الانسان او الانسانه المناسبه. وفي اشخاص بيكون هذا هو خيارها لعده اسباب مش هندخل فيها, لكن هي قررت او هو قرر انه هو ما يبغى يتزوج. الحين هذا القرار احيانا كثير بيتغير بعد منتصف العمر, بعد الأربعين, بعد الخمسين, لأنه حتى لو ما قلنا أنه في الضغط الاجتماعي, لكن هو بيشوف أصدقائه والمحيط اللي فيه كله صار يتزوج وعنده أسر, فبيبتدي يغير. عشان كذا بنشوف أحيانا أنه في رجال على سن 45 أو 40 أو 50 بيبتدي يبحث عن الشريكة. ولكن هذول بيكونوا بما أنه قرارهم, فبيكونوا أسعد حالا من الناس اللي بيكون مفروض عليهم العزوبية ما هي بطلبها أو رغبته. طيب دكتور, احنا سمعنا اراء ضيوفنا مع هدى, ولكن خلينا شوي احنا يعني نتزندها. يعني انا كثير من, هل يعني الشخص المجبور على العزوبيه او اللي ما لقى مثلا الشخص المثالي, هل يعتبر هذا هو داخل في نطاق اختيار العزوبيه او الانتظار؟ هو الانتظار. فلذلك انه من الصعب ان نلقى شخص يقول انه انا عازب بقراري. صحيح. يعني مستحيل الانسان مثلا لما يلقى شيء مناسب له أو ملائم ويستمر على هذا القرار. مستحيل. شوف, لأنه كذا حندخل في موضوع الحب. وهذا الحب الكلام فيه يعني موضوع ما بينتهي. مهما كان عندك قرار بيكون في تخوف سواء من البنت أو الولد, لأنه عندهم فكرة مغلوطة إنه زواجهم معناته أسر أو التخلي عن الحرية, وهذا اللي بيخلي أحياناً المرأة أو الرجل يتردد في الزواج, لأنه في ارتباط, في مسؤولية, في أولاد, في أولويات واهتمامات أصبحت مختلفة. بينما هو في جوهره الزواج ما في أسر. طيب لما بتحب إنسان, لما بتحصل الإنسان المناسب, أنت تبغى تكون معاه, تبغى تشاركه أحلامه, البيت, تبني معاه كل شيء. عرفتي؟ يعني أنا أكثر واحدة كنت عندي علاقة ومرتبطة بالكنبة, وكانت علاقتي فيها مرة كبيرة, لأنه هي هذه اللي كنت أقعد عليها وأشتكي لها, وحياتي كلها كانت, ويمكن تتذكرها يا هاني, يعني دائما كنت أحكي عن يعني علاقتي بالكنبة. بس لما ارتبط لا, حياة ثانية مختلفة. فأنا دائما أقول إنه الواحد ما يحكم. الحين الكنبة صارت عزابية. دحين حرام, الكنبة صارت عزابية, ترى معروضة للبيع إذا تبغى. يعني مو الكنبة. فأنا دائما أقول الواحد ما ينفع يحكم إلا لما يجرب, لأنه فكرة إني أنا آخذ قرار بناء على تجارب الآخرين أو بناء بالضبط, سواء أكون سنجل أو أكون, لأني أنا سمعت كل هذا الكلام لقيت التجربة مختلفة. شوفي, الانتماء العاطفي شيء لا يمكن أن إحنا نقدر نستقل عنه ونقول إنه إحنا ما إحنا بحاجة للشريك العاطفي. حتحتاجيه دائما دائما دائما, سواء
بعلاقة أو بزواج. طيب الآن في دراسات حديثة مؤخرا، وطبعا هي هذه دراسات مو من مجتمعاتنا العربية أو الشرقية أو المسلمة، مجتمعات يعني غربية، تشير أنه في زيادة بنسبة سعادة الشخص العازب أكثر من المتزوج. خليني أول شيء أقول لك مفهوم السعادة أو هذه الدراسات لازم يكون في لها معايير كثير حتى إحنا ناخذ بهذه الدراسة أو لا. السعادة مفهوم بعلم النفس كبير بيرتبط بعوامل معينة. لما بنقول إنه هي لما بيقولوا هذه الدراسة إنه هي سعادة مع العازب، هل العازب هذا ما دخل في علاقة عاطفية أبداً؟ نعم. ما في، خاصة في المجتمعات الغربية. نعم. بيكون في علاقة عاطفية مهما كانت حدودها ومداها. أما يكون إنسان عايش تماماً من غير أي علاقة عاطفية وتيجي تقولي إنه هذا سعيد، لا، لازم تكون هذه. فهذه دراسة اللي لابد تفنيدها، وأنا حرد عليك بدراسة أخرى وحقول لك إنه في دراسات كثير مو واحدة وما زالت مستمرة إنه الصحة النفسية للأزواج أعلى من العزاب. سبحان الله، هذه فطرة يعني والعمر يمتد العمر أكبر أطول للمتزوجين عن العزاب. طب معلش سؤال، هل الشخص الأعزب بعد يعني فترة بس يتزوج هل حيكون مرن مع زوجته زي الشخص اللي لا تزوج بدري؟ لا طبعا، ولا هي كمان اللي جلست فترة عرفتي سنجل ومستقلة واندبندنت وقرارها من نفسها حيكون صعب بالنسبة لهم. هو لابد يكون طبعا لما بيتأخر بيكون في أشياء صارت كونكريت ثابتة. صح. طيب بيصير فيها تعديلات، ودائما الإنسان أنا دائما بقول إنه الإنسان ما هو طاولة، ما هو جماد. طيب والله أنتوا اختصرتوا الكلام في جملة مرة مهمة، هو أنا مو الموضوع أختي، هو الانتظار الشخص أو الشريك المناسب اللي يقدر ياخذني وخلص يقتحم اسوار كثير حقيقه. وحتى يمكن الدكتوره ذكرت شيء مهم، انه المساله العاطفيه هي هذه لها علاقه بالسعاده جدا. صحيح. وكثير من الناس يدعون العزوبيه او هن رافض الموضوع، لكن هو منتظر تحت الطاوله المراه بتستحي يعني اي في المراه بتستحي تقول لك والله انه انا ابغى اتزوج. صح. دوري لي. صح. طبعا انا اقصد في كثير من الناس يدعون للحياه العزوبيه لانه هو لا يريد مسؤوليات كامله. صحيح. يريد مسؤوليات محدوده. يمكن نشوفهم احنا من خلال بالعكس انا هذول احترم يعني قدراته. اذا هو حاسس انه غير مسؤول لا يقدم على هذه الخطوه. يريح. بالضبط، يريح، لانه الزواج مسؤوليه. صح. فقط لا. شكرا دكتوره. شكرا دكتوره نادي التميمي اخصائيه في علم النفس. ونروح لهدى. هدى معها مصطفى عنده راي. صحيح. وناخذ راي الشباب. وامتى حتتجوز يا مصطفى؟ والله يا مصطفى شكله مطول، إذا احنا هذا كلامنا قبل شوي والنقاشات اللي دايرة بيننا. الحين خلينا نسمع رأي شاب مصري، وهو مصطفى من مصر، وهو طبعا بلوجر. مصطفى يسعد صباحك. صباح الخير، ازاي صحتكم واخباركم ايه؟ والله انا مبسوط جدا ان انا سامع صوتكم الجميل ده. انت مبسوط انك سامع صوتنا، ولا مبسوط انك اخذت قرار في هذه الفتره انك ما ترتبط وتركز على مهنتك؟ قول الصراحه. انا عايز اقول لك حاجه، هي فكره ان انت تركزي على حاجه انت بتحبيها من غير ما حد يشوش على التركيز، دي حاجه مهمه جدا، خطوه مهمه جدا. ان انت when you build something، يعني انت لما يكون عندك passion وانت الوحيده you believe in it، انت بتصدقيها، ما حدش شايفها غيرك انت، يبقى انت مش محتاجة شريكة حياتك او مش يعني حد يبقى معاكي كسابورت لغاية ما توصلي المشوار، وساعتها تفكري ان انت who's gonna continue معاكي الباشن ده. لا بس ممكن شريك الحياة، انا مصطفى عشان ما نظلم نفسنا، ممكن شريك الحياة يدعم. طيب خليني اسألك، انت ما تحس بالملل او الوحدة في حياتك؟ يعني لو كان عندك شريكة حياة تقضون وقت حلو مع بعض، تطلعون تتشاركون الآراء، مو بيكون احسن؟ انا هقول لك وجهه نظري. انا كشاب كمصطفى جينيريشن 2021، كواحد عنده باشن، كواحد دايما سوشيالايزد زي ما حضرتك انت ذكرتي سوشيال انفلونسر. يعني ايه سوشيال انفلونسر؟ يعني سوشيبل، يعني دايما حوالين الناس، مش بيسمع راي واحد، بيسمع اراء وهو بيختار الراي الصحيح ليه. حضرتك فهمت وجهه نظري؟ يعني لما واحد بيسمي نفسه أما social influencer، يعني he's trying to influence something in the society. هو آمن بحاجة، he believed in something، وبيحاول يوصلها للسوسايتي اللي حواليه. طيب هل تفكر أنه ممكن تغير رأيك يا مصطفى في المستقبل؟ في أي عمر أنه ممكن تفكر أنه تعمل هذه الخطوة الجدية أنه أنت ترتبط؟
انا والدي ووالدتي انت عارفه الايجيبشن مينتاليتي ان احنا لازم نرتبط من بعد ما بنتخرج من الجامعه. ايوه انا غيرت السايكولوجي دي كلها، انا غيرتها، ما كنتش ماشي مع التراك اللي هم كانوا عايزيني فيه.